السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايزين نعمل تحدي كبير لأشهر اسمين في العالم، إيلون ماسك وتسلا. أنا لو أنت تلاقي من شوية أنا رحت على جوجل وعملت سيرش على إيلون ماسك 100 مليون إجابة طلعت، لو عملت سيرش على تسلا 360 مليون. إيلون ماسك ده أعتقد هو أغنى واحد في العالم أو تاني أغنى واحد في العالم الآن، ثروته حوالي 180 بليون. ده اللي بيحمل السيارة الكهربائية والسفينة التجارية اللي هتطلع الفضاء. التحدي اللي أنا عايزين نقوله لشركة تسلا اللي بتصنع دلوقتي أحدث سيارات على وجه الأرض، إن إحنا عايزينها تشوف إمكانية صناعة وسيلة للتنقل. الوسيلة دي تنقل أولاً ركاب وبضائع وكمان تراكتور يشتغل في الحقل. تاني حاجة ممكن نستخدمها لموتور لرفع المياه، وعايزين كمان السيارة دي ممكن تمشي في الشارع أو تمشي في أي حتة جبلية فيها طوب فيها صخر، وكمان عايزين السيارة دي ما تحتاجش صيانة، لا تغيير زيت ولا فلتر ولا بطارية ولا بوجهات، وعايزينها كمان تمشي بدون سواق، يعني سيلف درايفنج يعني فيكل. الحاجة التانية عايزينها ما يكون لهاش عادم، فحتى عايزين العادم اللي يطلع منها يفيد البيئة ما يضرش البيئة، وكمان عايزينها تكون تنتج بدون مصنع، يعني تيجي كده رباني زي ما بيقولوا بدون مصنع، فلا تحتاج قطع غيار ولا تحتاج تجميع ولا اي حاجه من الحاجات دي. وكمان عايزين وسيله المواصلات دي تشتغل بدون بنزين، بل بالعكس بدل ما نحط فيها بنزين عايزين يبقى فيها زرار نتك عليه ينزل لنا مشروبات نشربها من وسيله المواصلات دي. واخيرا عايزين لما تنتهي صلاحيه السياره بدل ما ناخدها ونخرجها في الحراج ولا في مكان الخرده، لا احنا عايزين ناكل وسيله المواصلات دي وناخد منها اجزاء، نعمل منها جاكيتات، شنط، كنب، احذيه، يعني نستخدم كل الاجزاء اللي فيها. تفتكر شركه تسلا تاخد كام سنه علشان تستخدم كم تكنولوجيا وكم عامل وكم أبحاث عشان تنتج وسيلة مواصلات بالمواصفات اللي أنا قلتها دي؟ إيه احتمال نجاح تسلا في أن هي تحقق مثل هذا الشيء؟ أنا معتقد احتمال النجاح زيرو، صفر. الله سبحانه وتعالى يعني يقول في القرآن: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. البقرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أولا وسيلة نقل الناس بتركب عليها وبتحمل أثقال وتحمل أثقالكم وبتجر السيارات، وكمان بتدور في الساقية علشان تطلع المية فزي الموتور اللي بيطلع المية، وبعدين ممكن تمشي في أي طريق مش لازم الطريق يكون ممهد، وكمان ما بتحتاجش صيانة، لا تغير لها زيت ولا بوجهات ولا فلتر، وكمان بدون سائق. معظم البقر اللي راح منكم الريف لو يتركها صاحبها عارف المكان من الحقل الى البيت، مش محتاجه حد يوجهها، وبعدين ملهاش عوادم، حتى عزكم الله الرث اللي بينزل منها يعتبر سماد للارض، وبعدين هي بتولد بكر صغير والبكر الصغير يكبر. يعني تخيل مثلا سياره تولد دراجه والدراجه تكبر تبقى موتوسيكل والموتوسيكل يكبر يبقى فيسبا وبعدين يكبر يبقى سياره، اهي البقره كده بتولد بقر صغير في السياره في الدنيا تولد سيار صغير، وبعدين ما انتش محتاج علشان تصنعها لا قطع غيار ولا محتاج تعمل لها اسمبلي ولا موتور ولا تستورد دي من هنا ولا دي من هنا، وبعدين ما بتحتاجش بنزين بل بالعكس هي بتطلع لك حليب، تشرب هذا الحليب زي ما قلنا من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. وبعدين في الآخر لما تخلص الحياة مدة الصلاحية بتاعتها ما نخرضهاش ولكن نذبحها، ولما نذبحها ناكل كل اللحم اللي فيها. يعني حتى أنا مرة رحت للاتحاد اللحوم في أستراليا وشفت إزاي بيشرحوا الذبيحة وكم جزء منها وكل جزء ليه سعره، الفليه والموزة وبيت الكلاوي والديل يتعمل منه عكاوي والكبدة والقلب عشان تعمل منه كبدة اسكندراني والكوارع تعمل منها شوربة كوارع، وبعدين الضلوع والريش، حتى الأمعاء يعملوا منها ممبار ويعملوا منها سجق، حتى الكرشة السودانيين يعملوا منها الكمونية، والفشة تستخدم الفشة، حتى النخاع اللي جوه العظم السودانيين يستخدموه يسموه طيوق علشان يعملوا منه الكسرة، والمخ لوحده ولحمة الراس واللسان والجلد بتاعها نعمل منه جواكت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول دفء لكم فيها دفء الجواكت،
نعمل منه شنط، اغلى شنط، الشنط الجلد الطبيعي، نعمل منه كنب، نعمل منه احذيه، حتى العظام يغلوه ويطلعوا منهم في المصانع جيلاتين، حتى الحوافر انا شفت مصنع بيعمل للامشاط من حوافر البقر، وحتى الصوف والشعر بتاعها كله يستخدم. الله سبحانه وتعالى يقول: اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع. كل المنافع اللي انا ذكرتها منافع ومشارب، افلا يشكرون؟ فاحنا لا نملك الا احنا ان نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمه، ونبدا نتفكر إن هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون. هذا هو التحدي اللي لا أعتقد لا تسلا ولا أي حد على وجه الأرض ممكن يخلق فيك الوسيلة مواصلات يتوفر فيها كل هذه المواصفات. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.